البوزياني محمد. عندي 56 عام في عمري، متزوج، عندي 6 ديال الدراري. كلفني واحد السيد باش نقابل ليه المحل ديالو، هو في الخارج، دار معايا عقدة بما أن نقابل ليه هو على برا حتى يجي. من بعد جا واحد السيد آخر اللي هو نسيبو اللي كيدعى الرفاقي محمد، جا قال لي هاد المحل راه ديالي، قلت له خصو يجي نسيبك اللي خلى لي الأمانة ديالو عندي نعطيها ليه وبينك وبينه. قال لي لا أنا ما كنعرفش هذا، قلت له حتى أنا دابا ما كنعرفش الأمانة كترجع للأهل ديالها. مشى دعاني أنا، دار عليا الاستغلال بما أنه هو أنا كان من عمدة المحل، دار الاستغلال، جا واحد الخبير دار عليا 240 مليون. أنا الاتفاق فيه أنا والمحكمة حكمت تاع على أختي، ومشى دار الحجز ونفذ علينا وباع علينا أرضنا في المزاد العلني. أرضي وأرض أختي مشات ظلمان وعدوانا، ما عندنا لا أناقة ولا جمال. أنا قابلت غير الأمانة، الأمانة اللي قابلت أنا راه باقا في بلاصتها. ويا خدام مشي يخدم، عنده 6 ديال الوليدات، عيطوا عليه مشي يخدم، باع أرضي خويا مسكين التنكل، وليداتو تشردوا وقعدوا تيقراو عاد الناس. مشى باع، أنا ما عندي علاقة بهادشي، مشى باع الأرض ديال خويا، بعت أنا اللي قدامي واللي ورايا والدهية بديالي، وما خليت البيبان اللي ما دقيت، وتنقول لهم أنا رانا مظلومة. هاد السيد راه ما بيني وبينو والو، لا علاقة عندي به، اللي باع الأرض ديال خويا وديالي راه ما تيسالني ما تنسالو، ما سنيت لحد، ما تنعرف حد، تولات بلادي تتباع قدام عيني تنشوف، أرض ديالي تتباع وأنا تنشوف المداد العالمي قدامي، وأنا تنشوف هو تيبيع وهو تيضحك هو المحامي ديالو وتيدلل وتيبيع، وشحال جابت وشحال جابت، والأرض ديالي تتباع. أنا ما عنديش العلاقة ولا جمال بهذا السيد، راه باع علينا كل شيء، الأرض ديالنا، الأراضي ديالنا اللي عندنا فيها 7 ديال القطارات، بلادي فيها دار، فيها بير، فيها جنان، فيها كرموس، فيها كل شيء، بلادي تتباع وأنا تنشوف. وراه الحقرة هي اللي داتني باش نموت، عطاني الله القوة. هذاك ما عندي مين طلع لذاك البوطو، ذاك ما عنديش منين طلع لي، الله عطاني القوة باش طلعت لي، ما عنديش. واش اللي عنده 50 عام قاد يطلع في بوطو؟ وتقاضى لي الوعد ديالي، البيبان كلها تسدت في وجهي، البيبان ما بقاش عندي شي باب اللي غنمشي ليه. الوزارة وقفت فيها تعيت، ودرت راية حمراء وقفت، والو ديت شكال الرميد، والو مشيت للباب ديال البنكيران، والو عام وانا واقفه في الباب ديال البنكيران. تيخرج لينا المسؤول ديالو تيقول يا سيري بحالك، واللي عدى لي شي واحد شي حاجه تال عبد الله وياخذها منك. ما خليت فين دارت برايا، والو ما شاف فيا حد الى الله سبحانه. هذيك هي، هذاك هو الحل الوحيد اللي بان لي. السيطرو شريتو 140 ديال ليسانس، وديت معايا البريكه، وديت معايا القنبه، انا مع ولاش نجي من ديك المدينه، غنشعل البريكه وغنتحرق الفوق، غنهود مشوطه من الفوق صافي. عدفت كاينش اللي يقدر يعيش في 10 سنين في هذا الميدان هذا، ما كاينش اللي يقدر يعيش فيه، ما كاينش شي واحد، ما كاينش شي مرا طبوبيل اللي جات تنقولها ما جايين يخرجوني. ورثي وخلاو عليا الوالدين ديالي، تنعيش فيه انا وخويا، وعنده 6 ديال الوليدات، ما عندي لا خدمه لا والو. شنو عنده 50 عام في العمر ديالو، شكون اللي قد يدي ليه رزق وينصب عليه ويدي ليه رزق؟ تدخل ريقة على الرؤساء هنا ديال القنيطرة تيبقاو يضحكوا عليا، تيقولوا لي بلادك تباعت خرجي على برا. صافي هذا هو الحل ديالي، وبما ما بقى عندي البيبان كلها، الرباط هو هذا كله، البيبان تسدها ليا في وجهي هنا في القنيطرة، تيقابلوني تيبقاو يضحكوا، تيقولوا هذه هي اللي مراه خوها راه كان عا خدام، تا خدام وتباعت بلادو وبلادو. وانا مشيت باش نموت، ومشيت لمدينه الرباط اللي فيها سيدنا الله ينصرو، ما مشيتش باش غنولي عاد، والله سبحانه هو اللي كان واقف معايا، وسيدنا الله ينصرو والاخوان مساكن تيطالبوا لتحت وتيطالبوا معايا لتحت وتيغوتوا لتحت، حتى ما بقاو فيا. ومن جا داك المحامي نزل عليا شويه ديال الحاله، حقره خايبه ما لقاتش لي، هو مسلم خوك وفيه، وهو مسلم خوك وفيه الإحسان، ما قدرش يحقرها الحقرة اللي حقرها هذا الراجل. تمشيو ليه الناس وتجمعوا، مشاو ليه الناس وقالوا ليه حشوم عليك، قال لهم جيبوا لي 3 ولا 4 من هاد الناس ناكلهم، تنطلب من الله وسيدنا هو يشوف فيا ورد لي رزقي. انا راه غطموبي اللي بانت لي جايه، طموبي اللي بانت لي جايه، نقول جايه عادي باش نخرج. بغاو يخرجوني، جا لي اللي شرى الارض ديالي راه تيجي تيقول لي خرجي، فين غنمشي؟ ما عنديش فين نمشي،
هذا هو الارض اللي مخليها لي والديا تنعيش فيها، ما عديش فين نمشي لا انا ولا خويا. عندو 6 مسكين ديال الوليدات، جوج راهم تيقريو مع الناس اللي بدي يشريو لي مكناش بنت وولد، وما خلاو ليه لا ما يبيع لا ما يشري، لا ما يبيع لا فاش يتصرف، لا ما يبيع مسكين لا فاش يشري لا والو. هذوك البنت وولد راهم تيقريو مع الناس في القنيطره تيشريو لي مكناش.